برومو بقت ديجيتال. طبعا الاند الدايركت اوف هرمون الوظيفه الرئيسيه بتاعته ايه هي؟ ناخد فكره صغيره كده وهتيجي استغلها تاني في ايه؟ اللي هو لو دي هنعتبر دي الكوليكتيف كوليكتيف ايميونز. كلنا عارفين ان في هنا في الكوليكتيف ايميونز، هنا في هنا الووتر شانلز زي ما تقول الانتي دايوريتيك هرمون. هو اصلا بيفتح حاجه اسمها الووتر شانلز الموجوده في الكوليكتيف ايميون عن طريق مين؟ الادينايل سايكليز والسايكليك. فالنتيجة بتلاقي المية هنا يحصل لها ري ابسوربشن إلى البيريتيوبلر بلكسس، هنا ري ابسوربشن وهبوط وهبوط. يوريوين ينزل هنا كونسنتريتد يورين. فانا لو جيت قلت لك كيف يعمل الانتي دايوريتيك هرمون هتقول ان هو بيعمل عن طريق ان هو بيفتح الووتر شانل، بيفتح الووتر شانل وبالتالي بيعمل ايه بقى؟
يورين متأكد إن كنت تو كونزيرف مورنرز ترجع الميه ليه اللي انت والكلام ده ما حصلش نتيجه ايه؟ بوليوريا بوليوريا لحد ما الراجل يتصفى بس واحد الكلمه دي تبقى فاهم المعنى خلاص يجي بقى نشوف طبعا الاوكسيتوسين كلنا عارفين ان هو مهم عشان الميلك انجكشن ويقال كده كلمه قديمه ما اعرفش النسب بتاعتها بقى يوم يفرق الحكايه دي كان يقول ان هو مفيد في عمليه الولاده طبعا ما اعرفش صح بيحسن اليوتراين كونتراكشن الكلام العجيب كده مش مشكله. نيجي بقى نشوف الفاكتورز اللي بتخلي الاي دي اتش يطلع او ما يطلعش. الاي دي اتش بيطلع امتى لما يحصل فول في البلازما فوليوم. لو انا البلازما فوليوم بتاعتي قلت انا لازم تو كونزيرف الفلويد تو كونزيرف الووتر بيطلع الايه؟ الاي دي اتش. برضه حاجه كمان اثناء الاستريس بالك اثناء الاستريس حتى يعني تاني واحد ما عنده ستريس بشكل او باخر مش معقول ان انا ستريس ويحصل لي ان انا يجي لي مثلا بوليوريا لا اثناء الاستريس المفروض الاي دي اتش يطلع عشان يمنع اي بايوليسيس ويبريزيرف الفلويدز ايضا في جسمي لكن خلي بالك اللي عنده ستريس بيحصل له ايه؟ اللي عنده ستريس ممكن يجيله حاجه اسمها فريكونسي دي قصه ثانيه زي الستريس اللي بيجي لنا قبل الامتحان بساعه تلاقي ده كده بيفور الاكزام وان اور تلاقي دبليو سي كلاود تاخدوا بالكم ولا في البيت تلاقي في ناس عماله تخش كده وبتاع ده فريكونسي ايه كمان؟ زياده الفيزيولاري زياده الفيزيولاري يعني دي كلام سامي عارف انت لما تيجي انت مثلا الاعياد والشك التسييم لما هو بتاكل رنجه وحاجات من دي طبعا الناس ساعات بتعمل ايه بقى بياكل الرنج دي عباره عن ايه يا تفسير؟ الكتل من الملح بشكل رهيب فبقى خطر عليك انت لما تاكل الفسيخ والحاجات دي بكسر يوم اليورين اوزمولاريتي بتاعتك يحصل لها ايه؟ تعلى مش تخد بالك كتير يوم ربنا يخليك ايه؟ حاجتين يحصلوا تلاقي عندك انت عمال تعطش وتاخد فلاوز ميه وتلاقي اليورين او البوت بيقل لحد ما الاوزمولاريتي تعود الى الحاله الطبيعيه. لازم نجيب برضه من الحاجات نيكوتين نيكوتين على فكره في ناس كده يعني انا سمعت مره ناس كده قاعدين مره كنت انا مره في ايه مسافر وهركب اللي هو سوبر جيت ده اسكندريه زمان قوي فلقيت اثنين بيقولوا لبعض ايه احنا نشرب اسكر فين عشان ما تخشش الحمام بص الناس قاعدين نشرب سكرتين قبل ما نركب الاتوبيس عشان ما تخشش نقطه الميه عشان النيكوتين هيزود له الاي دي اتش يقوم ما يحسش ان هو عايز يعمل دايوريسيس وهو في الاتوبيس. فاهم ازاي؟ تمام كده؟ في واحد قال له بس الاتوبيس ده فيه دبليو سي اه بس مش نظيف. هو ليه لا لما الاوزمولاريتي بتاعت البلاد بتزيد واخد بالك انت ازاي؟ الاي دي اتش سكريشن زي ما انا قلت لكم كده زي اللي بياكل الملاجئ وحاجات زي كده بياخد اكسسيف صوت تلاقي البلازما فاسكولاري بترتفع فيبتدي الاي دي اتش يطلع تو بريزيرف الموتر تو بريزيرف المريض يعطش ويشرب ميه لكن ايه رايك لو انا عمال اخد ملح في ملح في ملح وعمال انا اعمل دايوريسيس الملح ده ممكن بقى يقعد في جسمي هيبقى كونسنتريتد يعني انت ممكن كده تخلي مثلا. في بقى حاجات بتسبريس اللي هو الاي دي اتش زي حالات اللي هو ديكريز اوزمولاريتي. طب ايه اللي يخلي الاوزمولاريتي تقل شويه؟ لو واحد عمال يشرب ميه بكثره انت تلاحظ انت نفسك ايه؟ كل ما تشرب ميه هتجيب بول كل ما تشرب ميه الفلويدز اكسسيف فلويدز بتسبريس
يبيدلش يعني وهكذا. دي بس نقطة كده حتة فيسيولوجي خفيفة خالص ما فيهاش أي مشكلة. خش على موضوع دايبيتس انسيبيدس. الدايبيتس انسيبيدس ده بقى بروبلم. بيجيبوه بروبلم. في نوع سنتر اللي هو بيبقى هايبوثالاميك أو بيتيوتري. زي حالات كده يا دكتور هتلاقي بقى مكتوب عندك زي مثلا أول واحدة هي الهيد إنجري. الهيد إنجري. وفي بعض حاجات بقى في البيتيوتري جلاند زي حالات اللي هي مثلا تيومرز حاجات مثلا سيرجري راديشن حاجات كثيرة الفاسكولار كريم فانشون كريم تيومرز مش مهم هو عندكم فكرة عن المرة اللي فاتت بس مش ضروري يعني وده تيومر بيطلع في منطقة الهايبوثالاموس ويسبب أحيانا هايبو فانكشن في البيتيوتري جلاند وممكن يحصل معاه دايبيتس انسيبيدس وعلى فكرة الكريم فرنجو كنا ده كومن من التيومرز الشهيرة اللي تيجي في الأطفال تيجي في الأطفال برضه من الحاجات بقى اللي أنا عايز تعرفها كسبب للدايبيتس انسيبيدس اللي هو السارك دوزز وأمراض أخرى فخلينا في الساركويدوزيس يبقى أنا هحط بقى البروبلم دي البروبلم دي من البروبلمز الشهيرة زي ما قلت لكم هما بيحبوا الساركويدوزيس هما بيحبوا الساركويدوزيس إحنا هنكتب إيه؟ بيشنت ويز كرونيك ديسنيا كوف تمام وعين خلي بالك اولاد هو ايه الليمف نود في جسمنا لما تكبر يشك في هذا المرض تسمعوا ايه فهنحط مثلا نقط كونكتد نقط كده تشيست اكس راي شو مي انلارجي ميديا سباينال ليمف نود هنعرف ان شاء الله ان اول ما يقول لك ميديا سباينال ليمف نود انلارجد لازم تفكر في الساركويدوزيس يبقى انا مدي لك دلوقتي مدي لك كي بقول لك الميديا سباينال ليمف نود كبير وبقول لك في تشيست ترابلز فكان لابد انك انت تحط هذه الموسيقى بعد تروح عامل كده شويه نقط كده نقط كده وبعدين تقول ايه بقى وبعدين البيشنت بعد فتره بيشنت ديفلوب ليتر البيشنت ديفلوب بوليوريا وبوليديبسيا يعني الراجل جاله ايه؟ بوليوريا وبوليديبسيا ولكن البلاد شوجر نورمال يبقى هو هنا دايما احنا عندنا الاعتقاد ان كلمه بوليوريا وبوليديبسيا كده بوليوريا وبوليديبسيا الواحد يقول الدايابيتس طب السكر نورمال طب ليه ما يبقاش بقى دايابيتس انسيبيدس وخلي بالك بقى من هذا انا عايزك تكتب هذا اللفظ عشان تبقى فاكره عايزين نقول يا دكتور كده الساركويدوزيس عاشقه للبوستير بيتيتري جلاند في بينهم كده يعني حب كده الساركويدوزيس بتبريفير البوستيريو بيتيوتري جلاند بتأتاك البوستيريو بيتيوتري جلاند فهما بقى ايه؟ بقالهم فترة كده يعني بقالهم فترة حتى في الكتب الأجنبية والمعادلات والحاجات دي البروبلم بتاع الساركويدوزيس يجيبها وبدأ بقى ايه زي ما تقول بقى النغمة بوليوريا بوليديبسي عشان انت كمان بقى ايه؟ تروح تكمل القصة ان الساركويد عملت ايه؟ دايابيتس انسيبيدس في بقى نوع تاني من الدايبيتس انسيبيدس بيبقى يا دكتور نيفروجينيك. النيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس بتبقى المشكله بقى فين؟ في التيوبيولز. ان هذه التيوبيولز اللي انا شايفها دي كولكتيف تيوبيول نوت سنسيتيف للاي دي اتش. الاي دي اتش هنا ما بيشتغلش. يعني دي هنا دي هنا شغل مين هنا؟ اي الاي دي اتش. التيوبيول مش سهل. فبيقول لك ان ده ممكن يبقى مرض وراثي يعني اكس لينك ريسيسيف وفي امراض اكواير
خلي بالك بقى، يبقى ايه الامراض الاكوايرد اللي ممكن تعمل دايابيتس انسيبوس؟ هتلاقي بقى مكتوب لك بقى هايبر كالسيميا، هايبوكاليميا. انا عايزك تشاور وتبلس مرض عديد سيكل سيل انيميا، وانا لقافي سيكل سيل انيميا. يبقى لحضرتك، يبقى انا هحط بروبلم هنا وهرجع اقولها لك في الهيماتولوجي. عارفين السيكل سيل انيميا عباره عن ايه؟ لو كانت عباره عن حاجتين، هيموليتيك انيميا وفاسكولار اوكلوجن. كانت دايما كده تعمل ايه؟ فاكرين السيكل كده بتاع الارك سيكل اسيندنت بلاد بريشر. ولاد الايه بقى؟ يروح جاي يقول لك سوبابوليوريا بوليديبسيا. ايه علاقه ايه؟ السيكل سيل انيميا الحكايه دي عايز دايابيتس انسيبل. طبعا احنا كل طب ازاي يعني سيل بقى في سيكل سيل؟ بس اكتب يبقى هنا كيس اوف سيكل سيل انيميا، اكتبها كده بين قوسين هقول هيموليتيك انيميا وفاسكولار اوكلوجن. هذا ما يميزها. يعني انت ما تيجي تشوف الثلاسيميا والسيلوسايدوزيس، فدول الاثنين التانيين دول هيمونيس، لكن مفيش فاسكولار اوكلوجن. شباب ازاي؟ طيب يبقى ايه؟ هنقول ايه بقى؟ الهيموليتيك انيميا فاسكولار اوكلوجن ويز نو سبلينوميتري. حتى اقول لك السبلين ايه؟ مش كبير، لانه انتوا عارفين الفاسكولار اوكلوجن ده بيقعد يعمل سبلينك فاكشن وكانوا يقولوا لنا اوتو سبلينكتومي، ودي من مميزاتها. فتلاقي الراجل يعني ساعدك بشكل كافي، لكن انت تقول سكت سكت. واخد بالك انت بقى ازاي؟ فنعمل بقى نقط ان المريض بدا يديفلوب بولي يوريا وبولي نيمس. خلاف من العلاقات هذه اسمها علاقات هامة في الطب. في علاقات كده مشهورة، ده كذا، ما دي معروفة، ده بيعمل كذا. علاقات شهيرة، فاهم ازاي؟ بولي يوريا وبولي نيمسيا، يبقى انا هنا هحط هنا دايابيتس نيفروجينيك، لازم يكون ده نيفروجينيك دايابيتس. تعالوا بينا بقى نشوف كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر كان بسيط جدا، بوليوريا بوليديبسيا، بس بوليوريا بوليديبسيا. بس البوليوريا ايه بقى؟ انت بقى انا عايز اسال سؤال، ما معنى كلمه بوليوريا؟ يعني اليورين اوتبوت كام؟ اليورين اوتبوت اكتر من 3 لتر بير 24 اور. فإذا تيرم بوليوريا اليورين أو البول أكثر من كام؟ 3 لتر بير 24 أور. في ناس بقى تحط في العينين دول يجيب لك 10 لتر و15 لتر في اليوم، في ناس يجيب أقل. في حالات دايابيتس انسيبلس ممكن يجيب 2 لتر في اليوم، فازاي؟ لأن هو القصة مش هتبقى قصه بوليوريا بس، لازم يبقى في حاجه في السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين وفي الايه؟ البلازما اوزمولاريتي. هنشوف. فاول ما يجي لك مريض على طول بوليوريا بوليديبسيا هتعمل له ايه؟ هتعمل له انفستيجيشن. طبعا اول حاجه بنقعد نعملها بقى جراند شور ولا مش جراند شور، الكلام الجميل ده. هو بص يا اولاد، في ثلاث اشهر ثلاثه بس ما تكتبهمش دلوقتي. اشهر ثلاثه في العلم يعملوا بوليوريا بوليديبسيا هم ابرابيتس ليدز، ابرابيتس انسيبلس، والكومبالسيف موتر بوتين. في ناس تقعد تشرب ميه كده كل شويه، عمال يشرب في ميه، هو مش عطشان بس ماسك الميه ويشرب، ماسك الميه ويشرب، هو نظامه كده، وهو مش دريان. خلي بالك في ناس كتير كده بالذات لما يبقى في ستريس. فانا طبعا هقعد اعمل انفستيجيشن هنا بقى، وانا بعمل الانفستيجيشن هلاقي الاتي. هتلاقي السبيسيفيك جرافيتي لو اقل من كام؟ من 1010. بس بشرط افتر ووتر ديبرايفيشن. يبقى انت حضرتك هتعمل له ايه بقى؟ هقول له، بقول لك ايه؟ انت لازم تبطل شرب ميه. هو بيقول لك احنا ايه يعني براكتيكالي
ما بيجيش بقى تقول له ايه ما تشربش ميه، انا اقول له ايه بص انا عايزك بقى في يوم تنام وما تشربش ميه خالص بالليل بقى، يعني يجي المريض كده يجي ناخد بوت منه مورنينج يورين سامبل، اول ما تقوم من النوم ايفاكيويت اليورين في هذه مثلا او في هذا الكونتينر ونقيس سبيسيفيك. ده احنا بنعتبره نوع من الووتر ديبريفيشن الى حد ما، ده اذا قدرنا. ساعات المريض بيصل الى مرحله ان احنا نعمله ادميشن في الهوسبيتال لانه مش قادر يبطل شرب الميه. في ناس كده بيبقى خلاص دماغه تعبانه و10 و10 فبنكتفه بقى ونحطه في المستشفى خلاص ونقول له ايه لو طلع بعد الووتر ديبريفيشن لمده 8 ساعات سبيسيفيك جرافيتي لو والادق يورين اوزمولاريتي، يورين اوزمولاريتي لو اليورين اوزمولاريتي لو برضه دي هشكلها جامد. طب سؤال يا ولاد، هو العيان ده بيخر ايه؟ بيخر ميه بيعمل دايوليسيس والميه اللي نازله بتبقى نازله ايه؟ الفلويد دايليوت، يعني اليورين بينزل دايليوت بيعتبره بيكتوريت ميه، يعني كان اليورين تاب ووتر، تاب ووتر زي ما انت حنفيه. يبقى تتوقع الصوديوم ايه والبلازما اوزمولاريتي يحصل بقى ايه؟ هتزيد ولا تقل؟ هتزيد ميه حنفيه، هتزيد ميه دايليوت. يبقى الصوديوم في السيرم يعلى والاوزمولاريتي تعلى. عشان كده يقول لك ايه؟ لو اوزمولاريتي في فين؟ اليورين. هاي اوزمولاريتي فين؟ في السيرم. هو ده اللي خلينا اشك ان الزبون ده ايه؟ ما بيتش انسد طبعا، احنا بيني وبينك اشك فيه. طيب في بقى شويه اختبارات كده، يعني هديك مثال. مش احنا قلنا في سببين رئيسيين، لا اما بيتيوتري لا اما ايه؟ هيدروجيني. طب لو انا اديت له الديزموبريسين تيست، ايه الديزموبريسين تيست؟ اللي هو انتي دايوريتك هرمون عادي جدا هدهون. مين اللي هيتحسن؟ البيتيوتري ولا النيفروجيني؟ البيتيوتري. لو انا عندي ديفيشنسي اي جي اتش سنترال، يبقى انا لما انا هدي لك اللي هو الاي دي اتش دوت اللي هو الاسكوبريسين المريض مفروض هيتحسن، لكن لو هو نيفروجينيك مش هيتحسن. في اختبارات ثانيه كده انا في رايي مش مهمه، اللي هو النيكوتين تيست والاوزمولاريتي تيست. يعني كانوا يدوا ايه زمان؟ يقعدوا يدوا للعيان على اساس نيكوتين بيريليز الاي دي اتش، فكان يقيس الاي دي اتش وبعدين يرجع يدي النيكوتين ويرجع يقيس الاي دي اتش تاني. يعني وفي كمان ناس يقول لك ايه، انا هو ايه الحاجات اللي هي بتزود الاي دي اتش؟ معلش لو تجيب لي صفحه الفسيولوجي كده تلاقي في حته كده في ثلاث حاجات اساسيه بتزود الاي دي اتش، اللي هما ايه؟ اللي هو الاستريس والنام. بس في حاجه مهمه، الصوديوم الهاي اوزمولاريتي خلاص كده، والهاي اوزمولاريتي دي استغلوا فيها ايه بقى؟ ان هم يدوا للعيان هايبرتونيك سراين، يوم يرفع البلازما اوزمولاريتي ويشوف الاي دي اتش هيزيد ولا مش هيزيد. وكمان استغلوا حاجه ثانيه عندكم هنا، النيكوتين. فبقوا بيقولوا ايه؟ طب ما تيجي نعمل نيكوتين تيست ونعمل مش عارف اللي هو الهايبرتونيك سلايد تيست ده. الحقيقه الحاجات دي يعني مش مهمه، احنا النهارده خلاص بص بنشخص بطريقه سهله جدا جدا بالبلدي، هذا المريض وليوريان وليوريسيا هعمل له ووتر ديبرايفيشن نو ريسبونس ما بيستجبش، يبقى الراجل ده شكله هيطلع في خلال الدايابيتس انسيبلس. الراجل ده يا اما بيتيوتري تايب يا نيفروجينيك تايب، مين اللي هيستجيب للاي دي اتش؟ البيتيوتري تايب. ده باختصار وما تكتبش لانها جايه بالتفصيل دلوقتي. في سؤال بقى يقول لك ايه؟ يقول
يقول لك ايه اسباب البوليوميا اللي تسمع عنها مكتبه. ده سؤال يعني ممكن مثلا يجيب لك بروبلم دايابيتس بوليتس او بروبلم دايابيتس انسيبيتس. هنفترض فتلاقي الراجل حب يخبطك سؤال فيقول لك ايه انيومريت كوزز اوف بوليوميا، وممكن يبقى سؤال ايه سيستغير ايه اسباب البوليوميا اللي انت تعرفها. فتلاقي حاجات رينال وحاجات اندوكراينال وحاجات اخرى. الرينال هناخدها بقى بالتقسيم بقى في كذا سبب للرينال. يعني الناس اللي هم في حاجه اسمها البوليوريك فيز اوف اكيوت رينال فيلير او اكيوت تيوبركلوزز، ان شاء الله هنشوفها. هنشوف بعض الايرلي فيز اوف كرونيك كيدني ديزيز. وطبعا الناس اللي هم بيبقى عندهم نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس وهكذا. في امراض اندوكراينال بقى احنا خدنا منها طبعا اكيد الدايابيتس انسيبيتس واكيد الدايابيتس انسيبيتس. وهتعرفوا بقى يا اولاد بصوا خلي بالك البونز بيعمل هايبوكاليميا، والهايبر بارا بتعمل هايبر كالسيوم. خلاص؟ طب والهايبوكاليميا والهايبوكالسيميا بيعملوا نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس. ارجع كده تاني للصفحه اللي قبلها عشان اخليك تشوفها، عشان بس الكلام يبقى سهل عليك. لو جيت قريت ايه اسباب نيفروجينيك دايابيتس انسيبيتس هتلاقي في عندك ده جميل، هتلاقي مكتوب الهايبر كالسيميا والهايبوكاليميا. هما بيقولوا كده ان الهايبوكالسيميا الهايبوكاليميا بيخلي الكيدني في ميول انسنسيتيف للانتي دايابيتيك. عشان كده هو كاتب ان من ضمن الحاجات اللي بتعمل بوليوريا جونز. حتى في كده كلمه مش عارف الجونز مكتوبه عندك، يمكن تكون مكتوبه حاجه اسمها هايبوكاليميك نيفروباسي. لو مش مكتوبه ممكن تكتبها ولا انا اللي في الفرنش. هو بيقولوا ايه؟ ان الناس اللي عندهم كرونيك هايبوكاليميا، خلي بالك الناس اللي عندهم كرونيك هايبوكاليميا بيجي لهم تيوبلر ديفكتس اسمه هايبوكاليميك نيفروباسي. طب الهايبوكاليميك نيفروباسي ده هيعمل ايه؟ دايابيتس انسيبيتس. يبقى نوعه ايه بقى دايابيتس انسيبيتس هنا؟ ها؟ طبعا الكوشنج برضو عشان بيعمل دايابيتس اكتر. يعني هي مجموعه من الامراض اللي بتعمل بوليون. فممكن برضو تلاقي مثلا كده بروبلم اندوكراينال، فيروح جاي مثلا يقول لك ايه؟ انيوميريت اندوكراينال ديزيزز بتعمل بوليون. قول بقى هتقول له دايابيتس بليتس من سيبتس وتسكت لازم تكون. طب يجي نقول بقى حاجه كمان، في بقى حاجات بي سي بي الناس اهمها كومبالسيف ووتر انتيك. والناس يا اولاد في ناس بيبقى ريقهم ناشف. نشفان الريق ده اشهر سبب له الانتي كولينرجي. يعني واحده ست عماله تاخد انسبسمولك مش عارف ايه الكلام ده. هو خلي بالك الستات على فكره كبار السن بياخدوا الانتي كولينرجي كتير قوي. المغص بياخدوه عشان اليورينري بلادر، عشان اليورينري بلادر كده تبقى ريلاكسد وما يروحوش ضغط الميه كتير. فالستات دول بيعطشوا كتير فيشربوا كتير فيبقوا بوليوري. فدي برضه نقطه تبقى انت عارفها. في كمان بقى المشاريب الكولا والقهوه حتى الشاي، الحاجات دي فيها ايه يا اولاد؟ كافيين. الكافيين ده ايه؟ احد الفصيلة بتاعت الزانسينز. فاكر الامينوفيلين؟ الامينوفيلين والكافيين كل دول زانسينز، الحاجات دي كلها بتزود الرينال بلاد فلو. عشان كده على فكره احنا فينا ناس يعني بعضنا فينا ناس فيري سنسيتيف للنسكافيه او للقهوه، يا دوبك يشرب الكوبايه من هنا تلاحظ بعد شويه كده صغيرين عايز يخش الحمام، ده يوم الصعب. دي حاجه مفهوم. في ناس بقى يقعد يشرب كتير فتلاقي عنده نوع من الدايوريس. طب ما شوف بقى انت بتشرب كتير الحاجات دي. طيب في بقى مرض على فكره، ودايما انا بقول القصه دي
ايه يقول لك فلان عنده ضيبيتس بالبيتس وفلان عنده ايه ضيبيتس بالسيب صح؟ فالواحد مرة تخيل حاجة ده حصل فعلا حتى قلت طب يعني مفيش حد كده ممكن يكون عنده الاثنين ايه رايك في واحد عنده ضيبيتس بالبيتس وبالسيب بس ايه رايك في العيان ده؟ العيان مقرف طبعا الواحد يعني يا راجل مش معقول لف السنين ايام تبص تلاقي في سندروم مكتوب عندك اسمه ديب مود سندروم ديب مود دي عباره عن حروف كلمه لو جيت فرطت الحروف هتلاقيها ديابيتس انسيبيلس ديابيتس ميليتس اوبتيك اتروفي ديفنس هذه الحروف تلاقي الراجل ده عيني فتحس ان الراجل ده ايه يعني عيني غلبانة يعني انا جاي اتنين ديابيتس اتنين ديابيتس عندي يعني انا ايه ده انا يعني فاري مش كده فاري ايه ديابيتس انسيبيلس العربي احنا مش عارفين طب في ديابيتس يعني ايه كلمة ديابيتس بصوا مليتس مليتس يعني مسكر ديابيتس يعني يورين فكلمة ديابيتس مليتس يعني البول السكري فاختصروها الناس مرض السكري خلاص كده لكن ديابيتس انسيبيدس ديابيتس يعني يورين انسيبيدس يعني مش مسكر يعني يقول لك عادي لا بريد بس انا على فكره انا ممكن اطلعها لك كده يا ريت كده انا اصدق انا بحب الكلام ده قوي بس حاليا ما فكرتش ان انا اطلعها من القاموس يعني ده بيتس سيرفس معنى الحرف يعني حد يعرف معنى الحرف يمكن حد يعرف انا كده يعني بريء يا دكتور بس هو ايه بريء لا يا دكتور مش حبيبي اللغه الانجليزيه فيها معاني مجرده وفيها معاني لها ما هم عزوم يعني في كتب كده في كتب قواعيس كده يقول لك هقول لك المعاني دي مش مجرده هتلاقي الكلام الحرفي ليه معنى لكن الكلمتين دول مع بعض ليهم معنى ثاني خالص لو انت تاخد بالك معلش ليه لا يطلع اكيد في كلمه كده هتطلع لازم لازم يطلع ليه فيها حاجه شوف ممكن البول المجرد والله يعني البول المجرد مش انا والله ان في قصور كده عندك في الغده انا ما بحبش اجيب سيره الغده الوخاميه والله هنشوف المعنى بالعربي الحقيقي انا مش بس انتوا برضه حتى انتوا ممكن حتى اصل ممكن انسى اشوفها في القانون حد يحاول يشوفها كده خش على البتاع اللي على النت كده بيطلع بتاع القاضي هقول والله ان في يعني في خلل في وظائف الغده الوخاميه او في خلل في وظائف الكلى وهو اللي عامل كده بس هو اللفظ نفسه انا هشوفه هشوف اذا كان اللفظ ممكن يطلع لفظ ليه مش كده ضعف يبقى برضه مش هقوله متعين مش هقوله طيب نقلب بقى الصفحه هنشوف ايه بقى سيدي اظن بعد كده اعتقد ايه هو في ابروتش كده ولا في العلاج ده الاول العلاج لو هو بيتدري طيب هنديله مين ديزموبريسين ديزموبريسين ده اللي هو الاي دي اتش على فكره ديزموبريسين اسمه العلمي كده فيه اسم غريب ديز امينو دي ارجينين فازوبريسين هو بيتاخد نيزل سبراي احلى حاجه نيزل سبراي بيديه توايس ديلي 10 20 مايكرو جرام توايس ديلي قالوا كده في الانترا نيزل بدل ما واحده تجيله حقن هو في منه على فكره اغراض يعني في منه ريكتب في منه اللي هو الاي دي اتش ده في منه تابلتس وفي منه نيزل سبراي وفي منه ايه؟ انجكشن يعني انت زي ما انت عايز افضل واحد بصراحه وفي ناس طبعا بيستجيب يقول لك انا هاخد كوره وفي ناس يقول لك والله انا هاخد الانترنيزا ما هو عاملين كذا
الروتوم ادمنستريشن، فيعرف يعني ان هو له العديد من الروتوم ادمنستريشن. هو على فكرة اسمه في السوق الانترانيزا ديسبري اسمه ديزموبريسين. ديزموبريسين في السوق الانترانيزا. في بقى دواء اقول لكم عليه اللي هو هتلاقي مكتوب عندك سيازايد. سيبك من الكلوروبروفامايد، الكلوروبروفامايد ده اورال هايبوكلسيميك، ما بقاش اوفيوز مستحب يعني. السيازايد هو دايوريتيك بس بيقول ان هو بيمبروف السنستيفيتي اوف كيدني تيبيول الايدج، يعني هو بيحسن السنستيفيتي اوف كيدني تيبيول للانتي دايوريتيك. ده ميزه السيازايد. كاربامازيبين برضه بيقول عليه كذلك، بس انت عارف السيازايد، وطبعا انت هتقول السيازايد حاجه غريبه، ازاي ده عنده دايوريسيس وانا بديله دايوريتيك؟ لا ده بالعكس، هو ده اللي فعلا بيقولوا بيخلي الكيدني تيبيول سنسيتيف في الاي دي اتش، فده هيستخدم في حالات النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. تعالى بقى نبص على ايه؟ هتلاقي بعد كده في اظني اللي هو الابروتش بيقولوا عليه ده، الابروتش بقى اللي انا قلت عليه 100 اشهر ثلاثه دايوريتيك، رابيتس بليكس انسيبيدس وكمبالسيف ووتر انتيك. يبقى انت جالك واحد يا دكتور انا، هو على فكره مش هيقول لك انا بشرب ميه كتير، هيقول لك انا بخش الحمام. عندي دايوريسيس. فانت تقول له طيب هنعمل تحليل بول. لو لقينا تحليل البول السبيسيفيك جرافيتي هاي وفي جلوكوز، على فكره بالمناسبه الجلوكوزوريا بترفع السبيسيفيك جرافيتي. يبقى خلاص انا قفشتك، انت شكلك هيطلع عندك ايه بقى؟ دايابيتس. وطبعا جنب كلمه دايابيتس طبعا هتشوف بلاد شوجر اكيد يعني. طيب لا هو ما عندوش بقى دايابيتس والكلام. طب يبقى هو عنده حاجه من اثنين، يا اما دايابيتس انسيبيدس يا اما هو بيشرب ميه كتير، كومبالسيف ووتر انتيك، او هعمل له ايه؟ ووتر ديبرايفيشن، بطل تشرب ميه. ووتر ديبرايفيشن زمنه كام ساعه؟ 8 زمنه 8 ساعات. طيب لو عملنا ووتر ديبرايفيشن ونحسن هيبقى ايه؟ هيبقى كومبالسيف ووتر انتيك. No improvement in a diabetes insipidus either nephrogenic or pituitary. هتفرق بايه؟ بالديزموبريس بس وخلاص كده كفايه. في ناس بقى يعني انا كاتب لك المربع ده اهو، ده من اجل العلم اللي هو ايه؟ اللي هو احنا بنعمل التست ازاي بقى؟ اللي هو بيقول عليه اللي هو الاختبار بتاع اللي بيقول عليه بقى اعمل ووتر ديبرايفيشن واعمل انتربريتيشن. لانك انت لما بتعمل، انت خلي بال حضرتك، انت لما تعمل ووتر ديبرايفيشن انت لازم تعرف هو كومبالسيف ووتر انتيك ولا بيتيتري دايبيتس انسيبيدس ولا نيفروجينيك دايبيتس انسيبيدس. فهو كاتب لك معلومه بيقول لك ايه يا سيدي؟ المريض يقوم من النوم في الايرلي مورنينج at 8 o'clock. خلاص كده ده مثال. يبقى قبل النوم هي ايفاكيويت البلاد. ثم تو ستارت ووتر ديبرايفيشن فور 8 hours. تمام كده؟ هتيجي بعد حوالي او كل 2 hours every 2 hours كده ممكن تاخد منه، او every few hours تاخد منه يورين سامبل. وتيجي بعد اربع ساعات ثم اربع ساعات تاخد ايه؟ سيروم سامبل للاوزمولاريتي. لو طلعت اليورين اوزمولاريتي فوق ال 600 ملي اوزمول، تمام حضرتك؟ يعني فوق 600 هي المفروض اليورين اوزمولاريتي بتبقى ايه؟ مثلا من 280 ل 300. لا ده هي ما شاء الله ده طلعت عاليه.
when we live in similarity more men يبقى الراجل ده مفيش حاجه خلاص كده. يبقى انا النهارده عملت لك موضه تطبيق يعني بالبلدي كده من غير الكلام ده خالص. انا ممكن اقوم من النوم الصبح لقيت سبيسيفيك جرافيتي كويسه واليورين اوزمولاريتي عاليه وحلوه يعني اليورين كونسنتريتد ولقيت البلازما اوزمولاريتي نورمال يبقى خلاص. طب فرضنا لقيت الكلام ده هو بقى مش موجود يعني الراجل انا عامله ووتر ديبرايفيشن ومع ذلك اليورين اوزمولاريتي لو ما زالت لو ونفس الفكره بتاعت التست اللي فوق بس هنا التفاصيل شويه لقيتها لو يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان هو لا اما لا اما هيبقى دايابيتس من ليه بتاع ده دايابيتس انسيبيدس نيفروجينيك او دايابيتس انسيبيدس ايه؟ اللي هو بيتيوتري دايب. طب هعمل ايه؟ هروح بديله اللي هو الفازو بريسن او اللي هو الاي دي اتش اللي هو الديسمو بريسن. اتحسن ولا ما اتحسنش؟ يعني هو كلام تقريبا يعني ده زي ما تقول التفاصيل بتاعته بس بالارقام هو حاططها بالارقام. هي يعني تو ماي مايند انا كفايه قوي يكفيك اتس انف او انك انت تعرف الابروتش اللي فوق يعني مش عارف طب كام هيبقى ايه طب هو تبقى كام بقى البتاع اللي يا عم بخاف على الصبح يا عم يعني دي بتنفع بقى لقدام. نيجي بقى جميل اخر حته في الفيديو اللي هو حاجه اسمها ان ابروبريت سكريشن اي دي اتش اللي هو ايه بقى العكس الانتي دايوريتيك هرمون زياده وعدني على سببين عايزك تعرفه سببين او ثلاثه هما ثلاثه في سبب اللي هو الايه في اللم برونكوجينيك كارسينوم وبعض حالات تيوبركلوزيس والنيمونيا وعايزك تكتب لي نوع من النيمونيا مين يقول لي ويتش نيمونيا؟ يعني هقولها لك في الام سي كيو انتوا عارفين الكليبسيلا يعني اسمها كليبسيلا نيمونيا ستاف نيمونيا عفريت نيمونيا انهي اورجانيزم لما بيعمل نيمونيا بيعمل عامله السودانية؟ لا اسمعت عن هذا الاورجانيزم ليجونيلا هتاخده في الجزء يا حبيبي ليجونيلا ليجونيلا هناخد لحد زمان بس الله بسأل بقى وايه كمان بقى عندك يا جميل؟ في بقى بعض حالات سريبرال زي بقى السريبرال سكرانويد هيموريدج زي بعض الهيد انجريز. انا عايز تعرف الثري كوزز دول بس يبقى عندي البرونك. طب البرونكوجينيك دي ايه؟ بروكلينيك برونكوش ايوه البرونكوجينيك كارسينوما هنعرف ان دي حاجه بارا مالجنا يعني ايه؟ زي فاكرين انا لفظ بارا مالجنا خدناه فين؟ الهيماتوما وقلنا ان الليفر مالجنسي ساعات بتطلع بيبتايدز اب نورمال كذلك البرونكوجينيك كارسينوما ساعات بتطلع ماده من المالجنان سيلز اوف ذا لان تطلع ماده شبه الاي دي اتش حاجه غريبه. طب انا هسال سؤال بقى لو انا الاي دي اتش عندي زاد من اللان سواء برونكوجينيك من النيمونيا زي الليجونيلا هيد انجري حاجات زي كده. انا عندي بص اكسس اي دي اتش يبقى انا مش هبول بص على ايه؟ انتي دايوريتيك هرمون يبقى انا ما عنديش دايوريسيس يبقى الميه اللي هشربها هيحصل لها ايه يا جميل؟ ريتنشن يوم الصوديوم يبقى لو. خلي بالك فبص بقى السؤال الام سي كيو الشهير يروح جايب لك نيمونيا معاها هايبوناتريميا تروح قايل له ليجونيلا بس انا عايز اوصل لحته ان دي حاجات من الحاجات الشهيره حاليا في العلم
وتلاقيها موجودة في الجسد كده البروسة الليجونيلا وبعض حالات النيمونيا بتعمل العقل السوري. طبعا هما مش فاهمين ليه لا في حاجات كده مش مفهوم. طب الراجل ده كده باختصار هتلاقي البلازما والفيمولاريتي عامله ايه؟ هتبقى قليله اكتب جنبها والصوديوم لو كفايه على كده خلاص مش عايز انا مش عايز معلومات تانية يعني مش هتقعدش بقى ايه؟ ذات سنه. طب عايزين نقول علاج الراجل ده نعمل له ايه؟ الراجل ده ما فيش يورين يبقى انا اقول له ايه؟ فلوين ريستريكشن. دي معلومة مهمة. طب هو what is the abnormality؟ ال EDH high. انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اعمل ايه؟ انا مش هعرف اعمل suppression كويس لكن انا اقدر اخلي ال kidney immune insensitive ال EDH. احلى دواء دي ميكلو سايكل هو ده بنتعلم عليه. دي ميكلو سايكل ده ايه؟ تترا سايكل. حتى كان زمان في الفارما هتلاقي المعلومه دي عدت عليك كده يقول لك في تترا سايكل اسمه دي ميكلو سايكل بيستخدم هنا مش كانتي بايوتيك خالص هو نفسه زي ما تقول بيعمل ايه؟ تحس ان هو بيعمل ايه؟ نيفروجينيك دايبيتس انسيدنس يعني هو بيخلي الكيدني تكون مش سنسيتيف للاي دي اتش وهو المطلوب هنا ده انا عايزه هنا. الليثيوم زيه بس اكتب على الليثيوم انه نيفروتوكسيك. مين يقول لي الليثيوم ده كان يستخدم في ايه زمان؟ كان يستخدم زمان في حالات المانيك ديبريسيف ديس اوردرز. هناخدها بقى في السكات اللي عشنا لان ده كانوا بيسموه زمان مود ستابيلايزر بس هو عيب ان هو نفرو توكسيك دراج. بس يعني انا مش عايز انا اكتر من هذا في هذه المعلومه هو انكريز ال اي دي اتش وخلاص. جميل. تعالوا بقى كده ناخد حاجه انا عايز اسال سؤال انتوا خدتوا في الجراحه ولا ما خدتوش في السايكولوجي؟ كلكم يعني؟ والله طب ليه ده؟ ايه يعني؟ خدتوها بسرعه ليه؟ ده تاني حاجه في ليه ولا لا؟ لان هو موضوع جزال موضوع جزال ده لذيذ سؤال؟ بس في الجراحة شغال العلم في موضوع الشرط كتير السؤال زي لك ما كنت رايح اسال سؤال نفسي يقول لك علاج مش علاج في بقى حته كده طبعا انتم يعني الثايرويد ده بس لازم اقول تيجي ليك جت ريت جت السنه اللي فاتت طبعا بس انت هتعمل ايه؟ انت تعمل ايه؟ يعني احنا زمان كنا بنعمل حاجه بس ما اعرفش الطلبه الايام دي بيخافوا يعملوا ايه؟ زمان على ايامنا واحنا طلبه كانوا الطب في عندنا حاجه اسمها اعداد الطب فخدنا كليه الطب من خمس سنين من الاولى لخمسه فكانت سنه خمسه فيها ايه؟ انا جاي اسال بعض الجمهور راحه وبطنه وجسم دكتور اشرف ودكتور محمد والناس دول ناس قدام زي حالاتنا كده فتلاقي كنا بناخد سنه خمسه بطن او جراحه واطفال كان خمسه بطن جراحه اطفال ايه ده يا رب على فكره ده على فكره ده كلام فارغ اللي بيتقال ده كلام هي هي بس الكلام بس ابديت يعني لا لا ازاي مين قال لك ما انا جاي نفس السجن فكنا احنا بقى العيال الحريفه نعمل ايه؟ انا بقى عملت كده غلط بصراحه لان انا ايه؟ عرفت اظبطه. رحت ماسك الحاجات المشتركه بين البطنه والاطفال ظبطتها براحتي.
الحاجات المشتركه طبعا حاجات كتير قوي، الحاجات المشتركه بين البطنه والقراحه مش مظبوطه. اذاكر من حته واحده مش بقى ايه قاعده فاكر من هنا الموضوع هيحصل لي ايه ازاي. العيال دلوقتي ما بيعرفوش يعملوا كده، انتوا تعرفوا تعملوا كده؟ البطنه والقراحه تعرفوا؟ عند مثلا اقول لك انت ايه بص هي ليها طريقه، هي طريقه بس هي في ناس يقول لك ايه احمد دماغك بلاش وجع دماغك انا كده ايه اطلاق. لا كل ما يجي موضوع انا كنت بعمل كده والناس الكبار هم نصحوهم كده لان كان عندنا اطفال كمان يعني ايه كان برضه فاحنا كنا بنعمل ايه بقى؟ او حاجه جاي مثلا ماسك الموضوع مثلا سي ثايرويد انا افضل او ديفر يعني موضوع هنا في البطنه في الجراحه انا ذاكرته من هنا وفين وذاكرته من هنا وفين اروح ماسكه بقصد مع اشوف مين فيهم اللي هو يعني زي ما تقول ايه في تفاصيل اكتر شويه واروح انا ذاكر منه واروح مزود الحاجات مثلا يعني مثلا طلع الجراحه فيها تفاصيل كتير طب خلاص يبقى انا هذاكر الثايرويد دي بالجراحه بس البطنه فيها حاجات جوه الجراحه ما قالوهاش اروح جاي شاططها كاتبها معايا وابقى عارف ان ده كلام بتاع امراض باطنه ابقى انا عارفها اجي بقى في امتحان الجراحه اروح مذاكر اجي في امتحان البطنه او مذاكر نفس الكلام بنفس الترتيب بنفس الشكل. اه وكذلك الدكتور كده استاذ بيقول حاجه وافهم حاجه ثانيه يعني الاطفال بيقول لك الاطفال امسوه بالبطنه ما هو الاطفال الحقيقه برضه جدا. فانا اي واد يقول لي الاطفال دول ما تجيبليش سر. بيجي كفايه عليهم المراصفه معلش يا سوء انا اسف. هم عارفين الاطفال بالربط والمراصفه المهم مش هتفرق يعني بعد كده. الثايرويد جلاند طبعا هي تو لوبس كده اللي هم متفقين يعني ومعروف بقى ان هي في طبعا ما بينهم كريسماس ومعروف ان هي كونكتد في الثايرويد كارب وكونكتد كمان ابر بارت والسكركيه ولذلك طبعا انت لما العيال بيبلع بيقوم ويقال ان هي بص بقى sometimes عشان يبقى الكلام مظبوط sometimes بتبقى بالكول في young females يعني بعض الناس هتلاقي females كتيره جدا انا بقى العيال بيقولوا يعني هم الطلبه في العيال عندنا خمسه بياخدوها قبل سته طبعا اللي هي البطنه قبل الجراحه فالبنت تيجي تقول لي انا حاسه هنا لا ما هو ده يطلع في بقى الحاجات الفسيولوجيكال والكلام اللي هو مش هنخش فيه. نتكلم شويه عن الهيستولوجي اللي هي عباره عن فوليكلز اسمها ثايرويد فوليكلز لاين ذا بايك بويد سيلز داخل جواها الثايروبودومين الثايروبودومين اللي هو كولايد كده ثايروبودومين ان بتوين هذه الفوليكلر سيلز في بارافوليكلر سيلز اللي بتطلع ايه؟ كالسيوم تمام. لو بينا فاكرين احنا قصه الايودين ترابنج والكلام احنا بناكل ايودايد بص انت بتاكل ايودايد مش بتاكل ايودين احنا بناكل ايودايد الدي اس اتش يخلي الثايرويد جلاند بتاعتنا تعمل بيك اب لايه؟ فوق الايودايد اول ما الايودايد يحصل له ترابنج جوه الثايرويد يحصل له اوكسيديشن الى ايودين حتى في حاجه اسمها الثايرويد بيروكسيديز انزايم مش عارف ايه ده اللي بيعمل اوكسيديشن لمين؟ للايودايد الى ايودين ثم تيجي عمليه طبعا انا لما يبقى بقى البتاع ده هو الاكسده ايودايد الى ايودين يجي بقى التيروسين مع الايودين ويعملوا هو المونو ايودو تيروسين والداي ايودو تيروسين ثم تيجي عمليه الكابلنج مش كده ويتكون الدراي ايودو تيروسين
اللي هو الدي 3 والتترا هدول الطيروزين وجع القلب ده، ويختزن الدي 3 والتي 4 جوه الثايرويد فوليكلز في صوره ايه الثايروجلوبولين. لما يجي بقى العيان محتاج بقى هو محتاج هو ثايروكسين ولا حاجه، يبدا تي اس اتش يعمل لي ريليز من الدي 3 والتي 4 من الثايرويد الى الايه البلازما. خلي بالكم بقى في معلومه كده، انتوا عارفين ايه؟ الثايرويد جلاند بتطلع مني تي 4 وقليل التي 3. ليه؟ لان التي 4 يتحول الى تي 3 في البريفرام تيشوز في الليفر في الماسلز، يتحول الى التي 3. بس خلي بقى حضرتك في حاجه كده يعني ان شاء الله انا بدرسها، حاجه اسمها سيك ايو ثايرويد سندروم. سمعتوا باللفظ ده ولا لا؟ طب بلاش. اللي هو عباره عن ايه؟ يعني اقولها بالبلدي، ان ممكن الثايرويد فانكشن تيست تبقى ديستربد نتيجه نون ثايرويدال اليس. يعني بمعنى بسيط جدا، خلي بالك خباك عشان الاخوه التركيين كانوا بصوره، يعني لو واحد مثلا جاله مايوكاردال انفاركشن الثايرويد فانكشن بتاثر؟ واحد جاله نيمونيا؟ ده اسمه ايه؟ تيشو ستريس. هتلاقي الثايرويد فانكشن بيحصل لها ديستربنس، فيتهيأ لك ان الراجل ده عنده ثايرويدوكسيكوزيس او عنده مش عارف ايه. لا 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 ده نون ثايرويدوكسيكوزيس. عشان كده ساعات يقول لك ايه؟ لا لا دونت كونسيدر الثايرويد فانكشن دلوقتي، استنى لما الاتاك بتاع النيمونيا، استنى لما الاتاك بتاع الميوكاردال فانكشن يرزولف، وبعدين يو كان ريبيت الثايرويد فانكشن تيست هتلاقيها نورمال. فهو كاتب لك كلمه مهمه جدا، خلي بالك من الجمله دي. احنا قلنا ان تي 4 بيتحول الى تي 3 في البريفرنت فيشن، موافقين؟ طب ايه الدواء اللي بيمنع الحكايه؟ برافو عليك، الاندرال. مش هو الاندرال، لماذا يعطى الاندرال في ثايروتوكسيكوزيس؟ احد الاسباب والميكانيزم انه بيمنع تحول التي 4 الى تي 3 في البريفرنتيشن. دي نقطه مهمه جدا. طيب يجي بقى يقول لك ايه؟ خلي بالك من النون ثايرويدال اليس، يعني لو واحد عنده ستريس وحاجات زي كده، بيقول لك ساعات التي 4 يتحول لتي 3 بس ان اكتف. يتحول الى تي 3 بس ان اكتف تي 3. ده بيسموه ريفرس تي 3 يسمى هذا. ده بيعلى في النون ثايرويدال اليس. يبقى انا هنا وهتيجي ورا بعد شويه اجي اقول لك انا دلوقتي الراجل ده ايه اللي بيعرفك ان ده نون ثايرويدال اليس، يعني راجل عنده الثايرويد فانكشن بتاعته كده شكلها عاليه. فانا بقول لك يا ابني الجدع ده كان عنده مايوكاردال انفاركشن، هذا التيشو ستريس الهرمونات بتاعنا. طب ما هو الدليل؟ احد الادله هاي ليفل اوف ريفرس دي 3، ان هذا النوع من الدي 3 العجيب هو المفروض ان تي 4 في البريفرنت تيشو يتحول لاكتف دي 3، وده اللي هو الاندرال بيمنعه. لكن سام تايمز بعض الالنس، عارف زي مثلا مين؟ ميجور سيرجن، ممكن تلاقي هاي ثايرويد فانكشن تيست. هنبتدي نعرف ان دي نون ثايرويدال اليس. الثايرويد جلاند ايه؟ نورمال. الثايرويد جلاند نورمال، ما فيهاش حاجه، هي ديستربد من اللي حصل. فمن ضمن الدلائل الريفرس دي 3 هاي. طب تعالى نرجع بقى نكمل نشوف باقي القصه. في بقى بعد كده هتلاقي بعض حاجات كده بتاعت زمان، الفسيولوجي بتاع زمان. فاكرين يا اولاد لما خدنا في الفسيولوجي كانوا يقولوا لنا ايه؟ كان يقول لك الثايرويد جلاند بتطلع تي 4 ميلي، والتي 3 بيمثل
20% من اللي بيطلع من الثايرويد، لان باقي الدي 3 بيطلع من تي 4 في البريفرال تيشوز. دي نقطه مهمه. الحاجه الثانيه دي مهمه جدا، الثايروكسين بيمشي في البلاط باوند للايه للجلوبلين. يا جماعه الهرمونات دي مش ماشيه لوحدها، بيسموه ايه الجلوبلين ده؟ اهو ثايروكسين بايندينج جلوبلين. خلي بال حضرتك الثايروكسين بايندينج جلوبلين ماسك هذا الجلوبلين، ماسك الثايروكسين، واخد بال حضرتك ازاي؟ اللي هو هيبقى كانه ستورج بورد سيرم، لكن في جزء فري ثايروكسين ماشي في البلط، هذا هو الاكتف بارت اوف ثايروكسين. يبقى انا النهارده لما اجي اقول لك ايه؟ من هو التوتال ثايروكسين؟ هتقول لي التوتال ثايروكسين هو الفري بارت والباوند بارت. يبقى انا النهارده طب مين فيهم الاكتف؟ مين فيهم الذي يمثل الكرنت ستيج او الكرنت ستيت اوف بيشنت فري؟ يبقى عشان كده انا النهارده خلي بالك عشان المعامل بيستهبلوا استهبال. يعني مثلا ايه؟ ساعات واحد بينسى، الواحد بينسى، فلما يجي لي عيان مثلا كده اقول له ايه؟ اعمل لي تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. ما هو ده التحاليل مش كده؟ فراح بينسى يكتبها كده. يقول لك الحراريه يعمل لك ايه؟ توتال تي 3 توتال تي 4. بعدين يجي يقول لك ايه؟ بليز اسك فور 3 تي 4 للحراريه. حضرتك نسخه جدا. طب بطل التوتال ده. لا هو برضه مش الحالات دي. لك اصل هو طبعها اصل بس مش عندك اليلص. فانت ما تنساش بتكتب ايه؟ 3 3 3 4 كده عشان راجل فاهم الجدعان يعني عايزين خلاص بقى الناس قبضتني يعني. انت مش عارف الناس المرضى في مصر بيحصل فيهم ايه دلوقتي؟ في جزء كبير من الدعم بتاعهم راح، والناس اللي كانت بتعالج على مصر في الدوله الدنيا واقفه بقى لها فتره، الدكتور ما بياخدوش. في ناس بياخد علاج في الشهر 2000 جنيه في الشهر علاج. اتشال منه. هيجيب هو ال 2000 جنيه دي منين دلوقتي؟ عارف العيال بيعملوا ايه؟ بيجوا يقفوا لنا في مستشفى عند شخص تخصصي، مش الدبرداش، ما الدبرداش واللي بيقص العين دول مفروض ببلاش، بس هم ما بقوش ببلاش على فكره، بقى بيتاخد فلوس من العيانين في التحاليل، صح ولا لا؟ يخش هتيجي بياخد فلوس تحاليل بيدفع. ده باظت يا بابا. تروح هناك تلاقي ناس محترمه، تلاقي راجل كده ولابس بدله وشيك وجميل كده، بس قاعد بيعيط لان هو ابنه تعبان او هو تعبان وما معهوش. اه انا راجل محترم بس مش هقدر ادفع 2000 جنيه في الشهر، والراجل عمال يعيط عشان العلاج خلاص ما بقاش هنسيب. لان على كده من قبل الثوره هو يا جماعه والحراميه القدام هم اللي منعوا الحكايه دي في الاواخر. ما دي من الحاجات اللي فجرت الثوره. انا رايي هو ليه ربنا عمل كده؟ لانك دوست على ذنبك ما حسيتش. ربنا يجيب ده لامك على طول. فالمهم ايه بقى الحاجات اللي بتتحكم في الدي بي جي؟ هتلاقي حاجات بقى بتزود الدي بي جي وتقلل الدي بي جي. اهم حاجه اللي بيزود الدي بي جي افتكر دي يا ولا البريجننس، وعشان كده بتخدوا في نسب. حتى دايما يقول لك ايه؟ بتعمل يا ولا وظايف الثايرويد فانكشن في الحامل وتطلب 3 3 3 4 3 6. اوعى تطلب التوتال، لان التوتال سيتاثر، لان الدي بي جي عند الحامل زياده. هديك ارقام غلط، اطلع التوتال ايه؟ هار. هو مش هار. في بقى حاجات بتقلل الدي بي جي. هو الدي بي جي ده اسمه ايه؟ ده جلوبلين. هذا الجلوبلين خلي بال حضرتك، هذا الجلوبلين بينزل في اليورين بتاع النيفروتك، هذا الجلوبلين بيتصنع في الليبر، مش هيطلع في حالات الليبر سيروزز. خلي بالك وخلاص، يعني دي بس نقطه عشان تبقى انت ايه؟ فاهم ايه القصة. بعد كده هتلاقي فيه بقى جزئية كده اللي هي فيه ايه بعد كده؟ اللي هو السوريس بتاع السيروكسين ولا ايه؟
اكشن يعني ايه ولا في حاجه فوتها اه الاكس ده ده مفهوم بقى تي ار اتش طلع تي اس خلاص اكتب عليه ده الاعدادي ولكن تي ار اتش بيطلع تي اس اتش تي اس اتش طبعا دي خبر ابيض ده انا وقعت في الارض كده خبر ابيض. طيب خد الاكشن ده اهم حاجه في الاكشن خد حاجات مهمه كارديو ماسكولار سيستم لا تنزيل الثايروكسين على الهار هيزود الهارت ريت هيزود الستروك فوليوم هيزود الكارديك اوتبوت يوم السيستوليك بريشر هيحصل له ايه؟ نهار الشيره دي جميل. طب تاثيره ايه على الدايستوليك بريشر؟ لو الدايستوليك بريشر لانه فازو دايليتور هيقلل البريفرال ريزيستنس يبقى السمون الثايروكسين هاي سيستوليك لو دايستوليك وايد بالانس بريشر. طب تاثيره ايه؟ خلي بالك من دي على البرين برين ماتيوريشن طبعا. طب تاثيره ايه على الجروس اسينشن ليه؟ لان له برميسيف اكشن على الجروس هرمون ولا يستطيع ابدا ان يعمل الجروس هرمون في غيار الثايروكسين. خلي بالك من تاثيره على الدم هو بومر ستيمولانت وكان في ماده في الدم تفتكروها اسمها 2-3 دي بي جي فاكرينها؟ مفيش حاجه بتفتكروها خالص 2-3 دي بي جي اللي هو داي فوسفو جليسرين. بص ما تكتبهاش انظر البلاط يا عمي انظر البلاط. ما هي الماده دي كانت ايه؟ الماده دي ايه؟ الماده دي كانت يقول لك كل ما تزيد تخلي الاكسجين ديسوشيتد كيرف شيفت كوزرايت. بمعنى ايه شيفت كوزرايت؟ يعني الافينيتي اوف هيموجلوبين للاكسجين تقل بمعنى ان الهيموجلوبين بيبقى جنرس الهيموجلوبين بيبقى كريم بيسيب الاكسجين للتيشوز. خلي بالك دي نقطه برضه من النقاط المهمه. برضه خلي بالك له تأثير على الجهاز العصبي سوري على ال 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 اللي هو الاوتونوميك. بيقال انه الثايروكسين سينسيتايز التيشوز الكاتيكولامين. على فكره في تو هرمونز بيخلوا جسمك يبقى مستجيب للكاتيكولامين الثايروكسين والكورتيزون. يعني الثايروكسين والكورتيزول بيسينستايز يون تيشوز للكاتيكولامين. عشان كده تلاقي نفسك انت الريتم بتاعك ما تطلعش وعمال تعرق والدنيا مش حلوه. يعني دي حاجات كلام بسيط. خش بقى على الايه الموضوع اللي ايه بقى بعد كده هنلاقي الايه جزء سايروس فانكشن تيست. يعني احنا يعني هقول لك الحاجات المطلوبه عشان ايه؟ طبعا اول واحده دي سيبك منها كان زمان يقعد يوسف بيزا ميتابوليك ريت طبعا ميتابوليك ريت يعني. بس يقول لك ايه؟ فاكر بيزا ميتابوليك ريت ده اقصد يقول لك ايه؟ اذا عاد البيزا ميتابوليك ريت تاني هو مازال موجود على فكره وبيتقاس يقول لك ليس له قيمه الا هو طبعا احنا مش هنعمله يعني انت ما ينفعش تقول للراجل ايه؟ هنقيس البيزا ميتابوليك ريت. يقول لك يا ابني ده كلام اكسبيرمنت. ما تقولوش يعني. بس هنقول ايه؟ اذا كنا هنبص له هيبقى ليه قيمه في الهايبوثايروكس. بس. ازاي؟ انت لو رحت لو رحت كلت كيلو لحمه دلوقتي لما اوصل رحت قست البيزا ميتابوليك ريت هتلاقي علم. لكن مفيش حاجه كومن توطي البيزا ميتابوليك ريت. كان زمان يقيسوا بقى اللي هو الدي بي جي اللي هو بيسموه بروتين باوند. ما هو ايه هو الدي بي جي؟ دي بي جي والثايروكسين بايندنج جلوبولين. قبل بقى ما يعرفوا الثايروكسين والحاجات دي كانوا بيقيسوا حاجه اسمها الايودين بايندنج جلوبولين اللي هو بيسموه البي بي اي دوت بروتين بايندنج ايودين. طبعا دي حاجه فيري مهم فيري مهم بس انا اذكرها انت عارف كانت ايه فكرتها؟ يقول لك انا بقيس بروتين باوند ايودين ليه؟ لان كانت تركيبه الثايروكسين اصلا ايه؟ هو الثايروكسين مركب من ايه؟ من ايودين تترا ايودين. فكان يقول لك
شوف الايودين اللي ماشي في الدم اللي ماسك في الايه في الجلوبولين او في البروتين كان ده بيرفلكت زمان الثايرويد فانكشن. يبقى انا هحط على البيز الميتابوليكريت بي دي اي اللي دي اول فاشن سبيكشن خلاص مش هقولها خلاص لا بس يعالج نيجي بقى نشوف انا بيني وبينكم هطلب مين بقى بصراحه. بص توتال وفري 3 توتال وفري 4 اقعد بقى كده بص اكتبها على الشمال واخلص حاجه اسمها ايه بص كلمه واحده سايكروني بروفايل عشان عايزين نختصر بقى لان الكلام ده خلاص عف عليه الزمن. هي دي الثايرويد بروفايل 3D4 3D3 TSH شكرا بس خلاص مش عايزين بقى وجع قلب. كان في برضه زمان كده حاجه اسمها T3 Resin Uptake خلاص بقى ما اعتقدش ان هي مش عايز اصدع لك دماغك بما هو قديم. طبعا عايزك سؤال هل انتوا خدتوا في الجراحه برضه معلش عشان يعني يمكن حاجه اسمها الفري ثايروكسين اندكس صح شفت دي معناها ان هي خلاص بقى الناس بداوا لان كانوا زمان يعملوا تيست غريب او اسمه تي 3 ليزر ابديت وبعدين يقيسوا التوتال تي 4 ويضربوه في بعض يطلع حاجه اسمها الفري ثايروكسين اندكس بتاعك. ليه ده كله؟ ليه كانوا بيعملوا الحاجات دي؟ لان خلي بالك انت هتندهش قياس الفري 3 والفري 4 كان لحد عهد قريب ديفيكال كان بيوز التوتال عشان كده كانوا هم لايسين في كل الدراسه دي كلها. قال خلاص طبعا انت بتقيس الفري يبقى خلاص بقى يبقى مش عايزين نقعد نعيد ونزيد في الكلام مش قيمة بقى خلاص بلا بي بي اي بلا بتاع خلاص تي 3 تي 4 3 تي اس اتش خلاص نفسك ايه الموضوع في كمان تي اس اتش. تي اس اتش ما معروف كانوا زمان يقولوا لنا ايه هو ايه اللي بيعمل لي انا هايبوثايروديز ايه اللي هيعمل لي هايبوثايروديز لا برايمري مش كده لا سكند خلاص يعني برايمري يعني العيب فين سكندري يبقى العيب فين؟ في الريديوز. طب ما تيجي نعمل ايه؟ ندي تي اس اتش فاكرين؟ يقول لك ادي تي اس اتش ستيموليشن بس الكلام بتاع ابتدائي لو انا اديت له تي اس اتش وثايروكسين عالي يبقى العيب منين؟ من الريديوز. اديت تي اس اتش وثايروكسين ما بيعلاش يبقى العيب منين؟ كده يعني اهبل وبتاع وبعد كده في ايه؟ اللي بعد اللي هو ايه بقى؟ كوليسترول وكالسترول. الكوليسترول بيعلى في الهايبوثايروديزم ويوطى في الثايروتوكسيكوس. دي حاجه من قديم الازل وكان زمان واحنا امتياز دكتور والله مش هتصدق كان فيه التحليل كان حتى التوتال ثايروكسين ما كانش بيتقاس. شوف قد ايه الطب كان يعني كان الدنيا بايظه خالص يا دكتور يعني الكلام ده فين؟ انا بتكلم في الثمانينات دي قريبه جدا كان بيقيسوا وحياتك بي بي اي. بي بي اي اللي هو الايه؟ بروتين بتاع البروتين باوند ايودين ده. وكان في اوضه كده تدحك في المستشفى وحياه ربنا الاوضه بقى اوضه تحليل وظائف الغده الدرجيه زي واحده حكيمه قاعده عماله تقيس البي بي اي. خلاص وكنا بقى نقعد نستشهد بالكوليسترول شوف الكوليسترول عالي عند الولاد والست بتعتني مثال والهارت ريت لو البي بي اي مش عارف ايه الست دي هايبوثايرويد خلاص الموضوع خلص بعد ما تدي لها ثايروكسين تتحسن خلاص مش بقى اي سكشن تاني عامل كده خلاص كل اللي مكتوب ده ما كانش موجود جه بعد كده قال لك يا خبر ابيض ده بقوا بيقيسوا الثايروكسين دلوقتي يا راجل امال ايه؟ التوتال والعلم قام بقى وقام وبعد كده طبعا بقوا بيقيسوا الفري والدنيا بقى ايه؟ طيب
خش بقى على حته الهيد اللي عليها ده. طبعا الكالسيتون اكتب عليه ان ده يعتبر تيومر ماركر. تيومر ماركر لمين؟ حاجه اسمها ها يضلل كاسبر. طيب تعالى بقى جميل، عايز حد يجيب على هذا السؤال. خلاص انا خلصت و ايه من بيت ده هديته هو ده الجواب. ايه الفرق بين كلمه سايروتوكسيكوزيس وهايبر سايروتيزم؟ الفرق بين كلمة سايروتوكسيكوزيس وهايبر سايروتيزم. هارت ريت ده لا العكس هايبر سايروتيزم. وانت الاجابه بتاعتك 80% في 20% انت لم تصحيح. يعني عايزه تقول ايه؟ طب عايز حد تاني يقول لي الاجابه؟ الاوريجن اوف ديت تيسكينج بيبول هايبر سايروتيزم هو السايروتيزم. انا سايروتيزم ممكن اجابتك زي بالظبط. يعني انتوا معنى كلامك هو انا فهمت الاجابه اللي اتقالت حتى الان، وبعد كده ليه؟ عشان نفهمها، عشان ما نقعدش بقى نرجع نحفظ الكلام العبيط ده. هو زمايلكم بيقولوا ايه؟ لا مش وزمانكم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان السايروتوكسيكوزيس معناها ان السيروكسين عالي. وات ايفر هو عالي جاي من ايه؟ السيرويد او من بره السيرويد. مش كده؟ بالعكس سيرويد. استنى دكتور. انا بقول ان الايه عشان في ناس هيكونوا بياخدوا اغراض سيروكسين. مش كده ولا ايه؟ دي مش موجوده. انما الهايبر سايروديز يعني السايروكسين جاي منين؟ من السايرويد. ده مش ده اللي جاوبتوه؟ طب هذا السؤال يا عم استنى، ما نكتشف الاثنين زي بعض يعني كضربه في بعض. يعني السايروكسين جايبه من الشارع وسايروكسين هنا جايبه من الغده، هيفرقوا ليه؟ هيعملوا نفس المنظر يا اطول. استني يا اطول، انا عايز اوصل لكم نقطة عشان تبقوا فاهمين. مش انتوا خدتوا سايرودايتس ولا مش مهمة؟ طيب السايرودايتس دي مش الفوليكلز بتاعت السايرويد بتتكسر من الالتهاب؟ طب بيحصل ايه؟ بيحصل ان التي 3 والتي 4 بيخرجوا في سيرة اهو صح؟ وبيعملوا هل دي هايبر سايرودايتس؟ توكسيكوز ولا مش هايبر سايروتيزم؟ اسمها خلينا نقول لا. ليه؟ بتقولي لا الكلمة حتى لان الكلمة انا عايزها ما تقلتش. ايوه كده الهايبر سايروتيزم ما تقلتش. تمشي كده تلاقي عندك الهايبر سايروديزم ده معناه يا دكتور ان السايروكسين فعلا جاي من السيرويد بس جاي باي اكتيف سكريشن، لان السايرودايتس الفوليكلز ديستروي من الانفلاميشن، فخرج السايروكسين من الجلاند باسيفلي مش اكتيف سكريشن. انت عايز تقولي كده بس مش عارف تعبري، مش كده؟ مش عارف انا اصلا فاكرها. هي دي الحته اللي هو انا ليه عايزه، يعني ليه انا عمال اتك على الكلام ده؟ عشان ده تقدر تفهم ليه احنا بنعمل سيرويد سكان. مش في حاجه اسمها مسح سابع على الغده؟ تعمله ليه؟
هو ده السؤال ايه؟ فهم كلام ولا لا؟ طيب الكلام ده فيما مكتوب عندك تحت فمش مهم دلوقتي. طب تعالى بقى جميل، في حاجه اسمها المسح الزاوي فوق اللي اسمها ايه يا ولد؟ اللي هو ريديو اكتف ايودين ابتيك، ودلوقتي بقى بيحبوه التكنيشن بصراحه. فهم بيعملوها ازاي البتاع ده؟ بيعملوه ازاي؟ بص انا بدي ماده مشعه سواء تكنيشيوم او ايودين وريد، صح؟ وريد، واشوف الغده هتعملها ابتيك ولا لا. لو عملت اكسسيف ابتيك او عملت لو ابتيك هعرف منين؟ الجاما الكاميرا هتصور الثايرويد بيقول لك حصل هاي ابتيك ولا لو ابتيك، اعرف. يبقى السؤال يا دكتور اكتبه لي على الشمال بقى كده عشان افنط لك الحتات. اكتب patient with high T3 و T4. ده بيسموه بين قوسين، ده بيسموه بين قوسين ايه؟ cyrotoxicosis. يبقى كلمة cyrotoxicosis يعني T3 أو T4 عاليين. ولا إيه رأيكم؟ عاليين. فتحط نطلع فرعين سهمين كده، اعملي سهمين فرعين. بس تكتب هنا الأول جنب هاي T3 و T4 cyrotoxicosis، اكتب هنا إيه؟ ask for thyroid scan. وتروح مطلع فرعين لهذا الثايرويد سكان. تطلع فرعين. هاي ابتيك ولو ابتيك. هاي ابتيك تحتها يبقى تاني يا اولاد برضه عشان الحته دي مهمه. يبقى بيه عشان نفهم يعني الثايرويد سكان بيتعمل بيه. تصدق ايه؟ هنعمل ايه ثايرويد سكان؟ فانا اروح اسال الواد بتعملوا ايه؟ تلاقي الواد ايه؟ ابتسام. ما فات بقى لو عيني يبقى هايبر ووطي يبقى هايبر. انت امور يا ابني. انت مش فاهم الكونسبت اصلا بتاع القصه. يبقى انا هعمل ايه؟ الاول هاي 3 هاي دي 4، هاي دي 3 وهاي دي 4 خلاص كده اهوت معناها ثايروكوكسكوز. تطلب له ايه؟ ثايرويد سكان. حتى انا ممكن كده اسال لك شاب واحد يا ابني عمل انفستيجيشن طلع عنده هاي تي 4 هاو كان يو مانج صار في السايد اشوفك هتقول لي ايه. فانا مستنيك تقول لي ثايرويد سكان. هروح عامل الثايرويد سكان بقى فرعين هاي ابتيك. هاي ابتيك ده معناه ايه يا جميل؟ هايبر فانكشن في الثايرويد. يعني ايه؟ يعني هايبر ثايرويديزم. الغده عملت ابتيك جامد، يعني الغده نشيطه. فده ايه؟ هايبر ثايرويديزم. يعني ايه هايبر ثايرويديزم؟ معلش دلوقتي يا دكتور، يعني في اكتف اكسسيف تي 3 وتي 4 سيكريشن. معناها ايه اكتف؟ اكتف ايه؟ اكسسيف ان هاي سيكريشن اوف تي 3 وتي 4. طب مين المرض الشهير اللي بيعمل العمليه السوداء دي؟ مين؟ ايوه كده جريفز. تروح طالب تي اس اي. التي اس اي ده اسمها ايه بقى؟ ايوه تي اس اي اللي هو ثايرويد ستيميوليتي اميون جلوبولين. لو بوزيتيف هذا جريفز. انا شفت جبت الجريفز ازاي بقى؟ يبقى عيان جاي هاي تي 3 هاي تي 4. عيان جاي هاي تي 3 هاي تي 4. اوكي؟
فانا مش عارف والله ايه الوضع. طب يا عم الحاج نعمل ايه؟ نعمل ايه يا سيروسك؟ طلع هاي ابتيك. يبقى الغده دي شكلها مالها؟ شكلها الفانكشن عاليه. يبقى شكلها هايبر سيروديزم. يعني ايه هايبر سيروديزم؟ يعني في اكسسيف اكتيف سيكريشن لمين؟ TCU4. طب يكونش ده جريفز؟ قول بي اطلب ايه؟ TCR بوستيف جريفز TCR. طب لو ابتيك بقى لو ابتيك يبقى زي ما انت قلتوا هنا ان الحاجة الزايدة في الدم دي ده مش اكتيف سيكريشن، في حاجة تانية صح ولا لا؟ يبقى الموجود ده مش جاي من الغدة اكتف. احتمالاته هقول لك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول، ادي اول احتمال. مين يقول اول احتمال؟ ايه؟ خلاص يلا احنا قلنا سايرودايتس. سايرودايتس انا اسمه. طب سايرودايتس ده هو ايه يعني؟ قول له اصلا ما احنا قلنا السايرودايتس عباره عن ايه؟ الفوليكلز ديستروين من الانفلاميشن، عملت باسيف سكريشن للتي 34 ده باسيف. لكن الغده، الغده بتنقلب مين؟ هي فيها ده الغده ما فيهاش رمل دلوقتي بالدشدشه، بس عماله تطلع بقى اللي فيه. عشان كده الراجل بيجي له انيشيالي سايتوتوكسكوس، وبعد كده العمليه بقى ممكن تخش في ديكلاين فيز، او يعني هتشوف بقى الكلام ده مع السايتوكسكوس. او ايه الاحتمال التاني؟ طب احنا قلنا سايرو ايه؟ قلنا سايرودايتس مش كده؟ جنبها عارف تكتب ايه؟ تحليل بخمسة هاي اي صار. طيب قلت طب ما تقول انفستيجيشن كده يا استاذ جسم، وانا هقول لك اعمل تحليل ثمنه 5 سنت حاجه رخيصه، يبقى اي اس ار. طبعا مش شرط الكلام ده، بس دينا من ايه؟ من الكلام. الاحتمال الثاني ايه بقى نفسي اسمعه؟ سيروكسين من بره. يعني ايه؟ يعني العيان بياخد ايه؟ سيروكسين. بياخدوا ايه؟ ده متعمد. ولا مش متعمد؟ ولا انا بتسلى؟ لا ده انا باخد سيروكسين من بره كتير عشان هروح اطلع شهاده ان انا مريض. امال ايه؟ مين اللي بيعمل الحركات دي؟ ممكن دكتور، ممكن نيرس، ممكن حد ريليتد للناس دي. بص بقى خد الدواء الفلاني هتترعش وهتعرق وهتبقى تاكي كاردك وتبقى فل، وتطلع بقى ايه يشوفوك، هيروح مديلك الايه؟ الاجازه، او يديلك مش عارف ايه، في حاجه اسمها بقى خروج معاش مبكر طبي، عارفين الكلمه دي ولا لا؟ عايز يخرج معاش مبكر طبي، معاش مبكر طبي يبقى معاشه هيزيد ويطلع بدري. يقول لك اصل انا تعبت من الشغل وانا عندي ده 56 سنه وعايز اقعد في بيتنا وازود معاشي. كل الحاجات دي بتحصل من الدكاتره، يعني الدكاتره بيساعدوا الناس على كده. انا بقى بيجي لي حد بقى ببقى انا فاهم انه عايز يعمل كده، فانا بعمل نفسي ان انا مش فاهم. اخوك في الحاجات دي يعني لا جدا بتاع الجيش لو عايز يجيبك هيجيب ابوه. فاهم الجيش يقول غير؟ عارف كويس قوي ايه اللي بيحصل. بس هو هياكلها بمزاجه. دي اسمها ايه دي بقى؟ بيسموها ايه؟ ايه؟ ايوه فكتيش يا سايروتوكسينوس. فكتيشيس. يعني ايه فكتيشيس سايروتوكسينوس؟ يعني مصطنع. انا صنعته. تلاقي العيان عنده ثقه ولا لا؟ يكتب المريض وصف نفسه. هو بقى جاي بقى اكشف عليا ولا يهمك، انا مش هبقى مضطرب تاخد الصوره دلوقتي. ايه؟ مش قلقان. لكن في واحد تاني هتقول مالين كمان. مالين كمان دي ايه؟ لا اللي بيدعي المرض. نعم؟ كاذب. فاكتيشيس يعني يعني شيء كاذب، بس المقصود هنا بقى بص بقى هو تفتح تلاقيه مكتوب كاذب، بس هو هنا مش كاذب هو مستطاع. يعني هذا المريض صنع ساينس باستخدام درج لغرض ما. انا بقى طبعا دكتور مش قاعد انا لمؤاخذه خروم جنب القعده. طيب
استنى يا دور. طبعا انت تقول لي اكتب برضو كيف تثبت هذا، how can you prove سي لغة، ده انا لسه هجيب امه. وانا ايه انا اسحبك حتى دكتور. ما هو بص انا فين دلوقتي، انا فين انا في الكومسيون، انا شغال في الكومسيون بتاع الجيش، انا اللي بدي الحاجات اللي العيانين لا عيان يجي لي كده هشك في ابوه، لكن ما يجي لي بره بحاجه زي كده تقريبا وضعك هو الكليك شوب. فانت طول ما قاعد في المكان ده هو كل اللي جايين دول كدابين، وانا وظيفتي بقى ان انا اكسر ايه اقفشه، بس انا مش هقفشه زي العيال لا برضه، معلش انا برضه خليك حلو. طيب ايه الاحتمال الثاني؟ احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا التكتيشيس كان في الاحتمال الثالث ايه بقى؟ فاكر المهارات اللي هو ايه الاحتمال الثالث اللي هو جاي من اكسترا ثايرويد تيومر زي مرض اسمه ايه؟ اشتروما، اجيب اشتروما اوفريات يعني السنت بقى خلاص. طبعا اشتروما اوفريات اوعى اوعى تقول لي بقى ايه اشتروما اوفريات ولا العيان مين؟ اشتروما ايه؟ ده ورم بيطلع منين؟ زي تراكوما كده بيسموها اكسترا ثايرويد تيشو. هتقعد تطلع الحاجات دي وتلاقي سيت ثايروتوكسيك فبرضه عايزاه يعني تيشو. هو ده فهمت بقى الكونسبت ليه احنا بنعمل ثايرويد سكان؟ فهمت المقصود ايه؟ مش ان انا اقول هايبر وهايبر، لا الموضوع ليه باك جراوند معين بينور لك حاجات معينه، وكل واحده هجيبها اشتروما اوفريال انا هعمل سيرفي على اوفريال. التفصيله دي الفكتيشيس ليها طريقه هتيجي بعد شويه. هل اسم؟ لو انا عايز اسم الزيولايتس ليها اوتو انتي بوديز انا هجيبه فلو انا عايز، زي العلم اللي هو بياخدوا سيمباثومايماتكس وياخدوا كورتيزون عشان يرفعوا ضغطهم عشان الكشف في الجيش عشان يطلع من الجيش، مش عارفين كده. والعيال اللي هو يجيبوا بايلو كاربين القطره بتاعت الجلوكوما ويقعد يحطها على ايديه كده ويعمل كده عشان تفضل يجي له عماله بعبع اسمها هايبر هايدروز، صح ولا لا؟ ايه بتخرج من الجيش؟ امال ايه؟ وانا بتبقى ايدي عرقانه على طول امسك البرديه تطلع مني. عشان الثايرويد جلاند سايز ويقدر يعرف هي نودلر ولا مش نودلر. لان انتوا عارفين ان في حاجه اسمها ايه؟ نودلر جويتر. هو الجريفز ديزيز يا اولاد بتبقى الغده سموث ولا نودلر؟ سموث. في حاجه اسمها اللي هو توكسيك نودلر جويتر هنتكلم عنه برضه. وفي حاجه اسمها سوليتا من نوديول. الحاجات دي السونار بيقدر يعرف، لكن السونار ما يقدرش يعرف هل الغده active secretion ولا مش active. الكلام ده لازم اعمل الثايرويد يعني ايه سكان فاين نيدل وادي بعض الاكسبريشن كده الصفحه خلاص. انا هقول خلص مفيش داعي للبريك. خلاص انا هقول هو المغرب بيننا الساعه كام؟ هو على فكره بالمناسبه احنا 30 حصه الحد كنا بناخد بكره.
مش في مزاجك ولا قاعد كده ولا ايه ولا تمثالي لا ولا بتاع لبن بتاع لبن ما تيجي بكره قاعد انا على القهوه واروح انا جاي جاري يا حبيبي يا العيال دي ايوه قول صور مشكلة ايه؟ بس اقول ايه؟ نحن نبتلي وجه الله سبحانه وتعالى. دكتور أسامة هو اللي عمل كده، بس انا عملت كده ابتداء وجه الله سبحانه وتعالى. وكل شيء موجود على النت منذ القديم الازل. سبتها وجه الله قبل النت ما كانت تبقى موجودة ما تعرفش كان اللي بيحصل. كان الناس بيجوا اتوبيسات من المحافظات يعني. اتوبيس، كان اتوبيس جاي من طنطا، اتوبيس جاي من السلاسل. كنا نروح فين بقى؟ كان في قاعدة المؤتمرات كنا نروح فيها. وصلاة البولين ومش هتصدق في يوم من الأيام وحياة ربنا، وحياة ربنا من زمان طلب مني إن أنا أروح أجمع طلبة الطب بتوع مصر اللي جايين دول عايزين يراجعوا المنهج لأن ما كانش فيه وسيلة اللي يسمعوا. طلب مني اللي هو صلاة الاستاد إن أنا أروح صلاة الاستاد وأشتغل فيها. من ما يقرب من حوالي 15 سنة طيب على بيضة كتبور سنة اسمي بس في الاستاذ والله فالدكتور حسين ده كان في المزنة سنة جدا محترم الحمد لله بس انا مبسوط يعني انا بعمل كده انا سعيد الحمد لله بكده ده الناس بتسمع والدنيا حلوه وانا خلاص كبرت انا ان شاء الله اتحمل ده كانت حاجات فظيعه كان في صاله اسمها البولينج عارفين البكرامه اللي هي بتاعت زي اكتوبر في هناك صاله البولينج بتاع القوات المسلحه اللي هي اكبر صاله بولينج دي كنا بنشتغل فيها كنا بنجمع فيها دكتور يعني مثلا فيها مثلا بتاع 1300 طفل قاعدين كده وكنا نقعد من الصبح لحد بالليل قاعدين بقى ومليانة مطاعم وكافيهات وبتاع وكنا نقعد نلعب بولي مع عيال في البتاع زمان اه والله كانت حاجات جدا وبعد كده اه لا يا استاذ اصل هناك دي التجار بتاع الفاني فكان بقى العدد يسمح. بعد كده رحنا بقى اللي هي بعض مؤتمرات الازهر دي اللي هي في مدينه نصر فخر جدا برضه اللي اتحكوا فيه مره من المرات مش هتصدقوا يعني. في هناك قاعتين انا كنت باخد القاعه او في ثلاث قاعات كنت انا بحب القاعه المتوسطه. فكان في قاعه كبرى بس كانت فخمه قوي فلما جم فتحوها لي قلت لهم يا جماعه خساره القاعه دي نجيب فيها الطلبه برضه. اقول لك ايه اصل العيال دي برضه اقول لك برضه بص انت لا تصدق البيهيفير بتاعتك بعد ما تخلص سيشن واحده يا دكتور والله الراجل كان بيجيب يقول لك تعالى يا دكتور شوف القاعه عامله ازاي لا يا دكتور كل الحركه اللي بين السكوت والكراسي بلاقي فيها كل الحاجات دي اكياس الشيبسي ومش عارف ايه والكنزات والسوشيال وخليها بشوف بس حرام القاعه دي تخيل برضه يعني احنا خلينا في القاعه المتوسطه حلوه على قدنا المهم يعني فجيت بيوم بصيت لي كده يا دكتور كنا كنت انا بخلص دايما كنت انا قعدت كذا سنه ظابط نفسي على اخر يوم او اخر يومين في رمضان كان رمضان بيخش جوه الدراسه. سوري اخر يوم قبل رمضان. كان اول ما يجي رمضان او الظابط كنت مظبطين نفسنا رمضان يجي خلاص بقى يا جماعه هنخلص منهجنا ومراجعاتنا قبل ما يجي رمضان زمان. المهم ايه جيت في يوم فانا قاعد بقى زي كده فبصيت لقيت هما ما رضوش يقولوا لنا لازم معانا. بصيت لقيت يا دكتور القاعه الكبرى اللي هي جنبنا على طول بس كان في فاصل بينا كده زي باب يحطوه الفلوس والله العظيم كان فيها مين بقى؟ كان فيها دكتور البلد الحكومه كلها قاعده في القاعه دي رئيس الوزراء كلهم ونائب رئيس الجمهوريه
يقعد مكانه معاكم يعني، والمفتي جايين ليه؟ عشان المفتي هيعلن عن الهلال ان شاء الله. هم كانوا عاملين كده. لقيتهم قفلوا ولقيت مش هتصدق رتبه كبيره في البلد، رتبه لقيت الراجل جاي يقول لك الدكتور هو لقيته عايزها. يا دكتور صار بس اللي هو وقت انا عايزها. معرفش ليه وما قفش مش هيجيبها. عرفت بقى ان الجماعه كلهم جوه يتبع عربيات الدكتور. العربيات بقى اللي هي الفخم دي عمالة تخش تخش تخش. فطلعت الحكومة كلها. فالمهم الراجل قال لي ايه؟ أرجوك أرجوك عشان خاطر يا دكتور. أنا عايز بس هما هيخشوا هيقعدوا حوالي ساعة ومش عارف كام دقيقة. اظبط نفسك في الوقت ده أهو ما يكونش فيه أي بريك ولا أي حاجة خالص. قول بس كده سهل جدا. انا اتظبط الدنيا كلها وقبل العيد بفترة خلاص بقى هو بقى انا قاعد معرفش بقى مين رايح مين جاي وبتاع واحنا مظبطين العملية بحيث قعدنا الساعة ونص تقريبا دي قافلين على عيال وانا عمال بقى ادي وهم بقى في الناحية التانية حاجات مش كده بصراحة. لما الرئيس بقى رئيس الجمهورية يجي يسأل وبعدين يجي يخبط عليا ويقول له ايه؟ امشي عندي درس. طيب انا بسرعه كده في حته كده ونمشي. فانتوا ليه بقى يوم الاحد مفرجينه؟ اجازه يوم الاحد الصبح. الصبح الساعه كام؟ سبعه؟ سبعه كويسه دول. تسعه صعبه. هو لازم سبعه الصبح. سبعه كويسه دول 27 مش عارف ايه سبعه. اللي هو موعدنا مش جامعتنا. اجازة حاجة جديدة انتوا عايزين تمشوا عايزين تمشوا لا ده عايزين نقعد ايه؟ لا بكره. طب خد بس الحته دي الصغيره هايبو سايبو ديز في كورس بقى كده مشهوره اوعى تنسى كلمه دي مهمة جدا. وفي طبعا بقى بعض حالات زي السايلوغايتس اللي هي زي الهاشيمونتو سايلوغايتس والحاجات دي. في دراج ابيوز في انزيماتيك افكت ياتروجينيك بقى ان انت لو عملت سايلوكتومي لو عملت للمريض انتوا عارفين الريديو اكتف ايودين كعيان عارفين اليود المشاع ريديو اكتف ايودين عارفينه؟ لا ولا مش عارفينه؟ نظام يا ام كلثوم لما جالها اول واحده الاكسبيرينس عملت ايه؟ خدت ميديكال ولا عملت جراحه؟ ميديكال محدش عملت جراحه كله خاف ليه؟ خافوا الصوت ايام الجراحه ما كانتش متقدمه زي دلوقتي. لا ده يمكن حد يرضع الكرم شايف هو طبعا الجراح او مش خايف عليها خايف على نفسه ولا سمعته وبعد كده ممكن يقول لك انا اتهتم فيه انت حرمت الشرق الاوسط والسوق بتاعك الصوت ضيع الشباب ضيع ناس فما عملتش عمليه طبعا. طب خالد ميديكال؟ اه خالد بس ما كانش اسمه مفيش اسمه ايه اللي خففها؟ اليود المشع هو خالد اليود المشع. اليود المشع ده لو داخل بلارج دور ممكن يقلب الى هايبو سايكوليزم. في بقى حاجات جود جدا وحاجات ايودين وديفيشنسي وهكذا. ده هو الايه؟ بص دي برايمري يعني الغده اللي فيها المشكله. في بقى سكندري السكندري بيبقى هايبو فانكشن في البيتيتري او الهايبوثالامس. في بقى طبعا بعض الناس يقول لك ايه البرايمري في الثايرويد السكندري يبقى بيتيتري التيرشري مش عارف يبقى في الهايبوثالامس. كلام كده ملوش لازمه. خلينا في الايه؟ في الكريتر. بس خلي بالكم من كلمه ترانزيان هايبوثالاميزم دي بتحصل في حالات ايه؟ في اهم حاله اللي هو الجماعه الجريفز لما يجوا يعملوه يعملوا ايه؟ سايلوديكتو مش كده؟ يعملوا سايلوديكتو
بيشيلوا طبعا جزء كبير من الثايرويد بيشيلوا شويه. التروماتيك او احيانا التروماتيك قديما بتكمبرس الثايرويد تيشو، واخد بالك؟ في حاجه تانيه، دي حاجه تانيه مهمه جدا، لكن الثايروكسين كان فيري هاي فكان عامل سبريشن للتي اس اتش. ايوه هو ده بتكلم. عشان كده المهم يعني القضيه الكبرى ان العيان حصل بتتكلم عن حاجه تانيه، بتتكلم على سايروكسين كرايسيس. هو مفيش مريض هيخش الا وهو ايه سايروكسين، مش هيقدر يتنظف بيه الاحتياج الصحي. هو اللي يبقى ايه بقى اللي عمله ترانزيانت هايبوثايرويديزم؟ هي الترومات القديمه اللي هو بيشيلوا قد ايه من الثايرويد؟ بيشيلوا قد ايه؟ بيشيلوا النورمال ويت. طيب هم بيشيلوا جزء، الجزء اللي سابوه ده بيحصل فيه زي التزامات القديمه ومش عارف ايه، ويحصل كومبريشن على الثايرويد تيشو ريزيديوال وبتاع، ويحصل نوع من الايه؟ من الترانزيان هايبوثايرويديز، وبيضطروا يدوا ثايروكسين لفتره ويتابع. وفي ناس تقريبا ايفن بياخد ثايروكسين بعد كده اولموست يعني فورنا. مش موضوع الكريتين، هو الكريتين هو مش محتاج يعني سؤال كريتينيزم يعني مش معقول يعني، لكن هو يجي في وسط الستاندر كورس. يعني جه سؤال زي ما بقول مره عملوه عندنا وجابوا العيال ستاندر كروس كذا يعني، فطبعا يعني برضه كانت الكريتن طبعا ده عباره عن هايبوثايرويديز من الانفنسي. طبعا هو ليه اسباب الاجنيسيز والانزيماتيك ديفكت. خلي بالك من حاجه اسمها بندريد سندروم. جروب البندريد ده كان بيعمل كريتينيزم، بيعمل ديفنس العيال، وطبعا ما تنسوش الديفيشنسي اوف ايودين، بس اكتب عليه دلوقتي بقى فيري رير. ليه؟ عشان ملح الطعام زاده بقى فيه ايودين، فيعني من الصعب انك انت تلاقي واحد عنده يعني ايودين ديفيشنسي. طبعا في عندك بقى حته الكلينيكال بيكتشر كده يعني، يبقى انت بس ما تنساش كلمه ان هو هيتحط مع الستاندرد كورس. طبعا دلوقتي بقى عندنا ايه بقى في كورس فيتشرز، كورس فيتشرز بابلس في الاي، تلاقي عنده اللبس سيك، تلاقي الطنج لارج، الكلام اللي هو بتاع الاطفال ده هو المشكله. وتلاقي بقى الحاجات الثانيه اللي هو السكين، تلاقي السكين ايه يا دكتور؟ بيبقى فيه سيكنس رف. ليه رف؟ تكتب ليه؟ ليه بيبقى رف؟ هو انت السكين بتاعك ليه فيه شويه كرومه؟ ليه؟ سبيشيس سكريشن. هنا تكتب عشان نو سبيشيس جلاند سكريشن. الكلام ده هنلاحظه ان الهايبوثايرويديزم عموما سواء في الاطفال او في الكبار بتخلي سبيشيس جلاند سكريشن قليله جدا. برضه من الحاجات الهامة ان العيال دول طبعا بتبقى المنتاليتي طبعا منتاليتي طبعا خصوصا لو عدى كام شهر، لو عدى ستة اشهر غير هياخد طبعا ايه السيروكسين. العيال دول برضه بيبقى عندهم هورسنس كده في الكراي بتاعتهم، وطبعا بيبقى عندهم في الجي اي تي كونستيبيشن وكود بي ابدومين من كتر الامساك والهايبوتونيا. خلي بالك بقى من العيال دي. العيال دي فيها في ثلاث حاجات عايز افكركم فيها في الانفنت. الانفنت كان مشهور بايه؟ الانفنت لو تفتكروا الاطفال في بيقول لك ايه؟ الانفنت مشهور بالتاكي كاردي، مشهور بالفريكوينت باول موشنز. مش هقول لها يعني الواد يرضع يفضل يقطع العيال كده، اول ما يتولد بكام شهر يقطع يفضل كل شويه وهو متغير له. هو مشهور بايه؟ بالتاكي كارد. يعني يوجوالي النيولي بورن بيبقى دايما عنده 3 كاركترز مشهورين قوي.
technical, you feel good emotions, weep, you cry. ولا عيط ونهار. فانت لازم تاخد بالك. هنا بقى في الهايبوثايروديزم هتلاقي الكراي هورسلس الكراي. كده هو مال هو بيعيط ومال مال عامل كده ليه؟ صوته عجيب. غير انفريكوانت باول موشن. الواد ماله كده ده عنده مثال ده ولا ايه؟ حاجه برضه يعني مش حتى تلاقي الام تقول اللي هي مامة الايه يعني امه عشان بتبقى لسه بقى جديده الفيرست تايم يعني كمان مش فاهم ايه الواد ماله عنده مثال. وبعدين هو ماله بيعيط ماله صوته كده هو الواد ده ايه ده؟ عنده برد ولا ايه؟ ده خلي بالك. والحاله الثالثه اللي هي ايه بقى دكتور؟ تاكي كارب يعني الهارت ريت ريلاتيفلي لو هارت ريت. فانك انا لابد انك انت تاخد بالك من الثلاثه دول لانك لو انت طنشته وعدى ست شهور سن بس يعني هي دي بس دي حاجه شو نص ساعتين يا جدعان؟ ست شهور يكون الموضوع انتهى. تيجي بعد كده كل سنه بتتطور. في بقى حته من الانفستيجيشن هو الكريتينيزم ده برايمري هايبوثايرويديزم ولا سكندري؟ برايمري يعني العيب في الغده. يبقى لو تي 3 لو تي 4 هاي تي اس اتش. مش ممكن بقى الباقي ده يعني ما يفرقش معانا. لا بص يا استاذ ايه مفيش نيه. وانس تي 3 تي 4 لو لازم التي اس اتش تبقى فيري هاي. كان التي اس اتش يعمل ترايل انه يريليز التي 3 والتي 4 تمام. لو المشكله في البيتيتوري جلاند بقى هتبقى لو تي اس اتش وهاي تي ار اتش لو تي 4 وهاي تي ار اتش. وطبعا الديفرنشال ديجنوز بقى الداون ومش الداون والكلام ده. في حته برضه اسمها جوفينايل اكس دي غالي ما بتعملش. الجوفينايل اكس دي بقى اولاد بتحصل افتر فيو ييرز كده من ال يعني الدليفري عن الولد وهو في الايرلي شايلد هود. سؤال يا دكاتره هو السيروكس مهم للينير جروس في مرحله الشايلد هود؟ يعني ليه له بالنسبه افكت شديد على الجروس هرمون؟ يبقى الواد اللي سنه خمس سنين ده لو جاله بقى هايبوثايرويديزم مش هيبقى كريتن. لا هو المينتاليتي نورم بس هيبقى قصير هيبقى ستانتد جروس هيبقى دوار. بس اكتب جنب كلمه دوار او ستانتد جروس اكتب زائد الفيتشرز اوف هايبوثايرويديزم. يعني هو هيبقى زي الميكس ديما اللي احنا هندرسها بس هيبقى قصير بس المينتاليتي ممكن. طب انا ليه بقول الكلام ده؟ ما هي برضه القضيه جايه من السؤال في الكلب اللي بيجيبه كل فتره ستانت جروس. انك انت بتيجي تقول ستانت جروس هتروح قايل هايبوثايرويديزم في الانفنس. طب ده كريتينيزم. والتاني هايبوثايرويديزم في الشايلد هود. فدي جوفينايل ميكسيديما. جوفينايل ميكسيديما هو ستانتد العين ستانتد. خلاص كده مش هيرضى. بس المينتاليتي نورمال بلس فيتشرز هايبو سايوديس. تمام كده؟ تو اكزامبل. هنكمل. تعبت. لا. والله. انا يعني لو انتم مش عايزين الحد هاخد الحد سبعة. نكمل وبعدين الحد. لو انتم مش عايزين الحد مش هقول لك هاخد الحد. طب هو المشكلة دكتور. وافق بس نعمل اللي احنا هنعمله دلوقتي. ممكن مثلا ده تتصور. ناخد كده 5 minutes كده وانا هديك كمان شويه على كده بتاع. طب على اساس ان احنا حد يعني ايه ممكن نطلع. انا عايز اقعد كمان نص بس اتخني بس كده كده احنا دخلنا في الوقت ده هو كويس.